مشاهدي جريدة فلاش بنكاك، مرحبا بكم هنا من العاصمة الرباط وبالضبط من شارع محمد الخامس. تسقيات حاملي الشهادات والدبلومات بجمعات الترابية ينظمون وقفة احتجاجية بطبع مسيرة احتجاجية، وهذه مطالبهم. سبب الوقفات تاع المباشرة الحال في انتظار مشاهدينا مشاهدي جريدة فلاش 24 في هذا المباشر من شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط. حاملي الشهادات والدبلومات من جماعات الترابية بأقليم إرسيب أو بأقاليم المملكة. مشاهدينا مشاهدي جريدة فلاش بانك موظفي الجماعة الترابية تشاهدوا السلطة المحلية تقوم بمنع هذه الوقفة الاحتجاجية. مشاهدينا مشاهدي جريدة فلاش 24 معنا احد المرتقبات من جماعة الترابية اللي غتحكي لنا السبب اللي خلاهم انهم يخرجوا من هذه الوقفة الاحتجاجية هنا بشارع واحد الخميس امام قبة برلمان الرباط. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا للمنابر الاعلامية التي توصل رسالتنا وتبرز العنف الممارس علينا، رغم اننا اصحاب حق، رغم اننا اصحاب مشروعية، نحن في دولة الحق والقانون، نحن في دولة دستور 2011 الذي من بين أهم مبادئه المساواة، من أهم مبادئه الحريات، من أهم مبادئه التعبير، الحق في التعبير عن الرأي، والحق في الإضراب، والحق في الاحتجاج. فنحن اليوم كما ترون نشاهد العنف، تشاهدون جميعا العنف الممارس علينا، منهم من ضرب في صدره، أنا تضربت في يدي بقوة، الألم لا زال ذراعي يؤلمني. نحن اليوم نحتاج ونندد ونرفع أصواتنا عاليا
مطالبة فقط بتسوية وضعيتنا. نحن أصحاب حق، نحن أصحاب مشروعية. نحن جئنا لمدينة الرباط اليوم في لتنزيل البرنامج النضالي الذي دعت له التنسيقية الوطنية لحملة الشواهد والدبلومات بالجماعة الترابية غير المدمجين في السلالم المناسبة. نحن نخوض أشكال نضالية منذ أكثر من 10 سنوات لمطالبين فقط بتسوية وضعيتنا كباقي القطاعات. نطالب بتنفيذ الظهير الشريف الصادر سنة 1963 أسوة بباقي القطاعات. فقبل فاتح مايف هذه السنة أصدر مرسوم لتسوية وضعية الموظفين بقطاع التكوين المهني. ما هو وجه الأفضلية بين النوب الموظفي التكوين المهني بين موظفي الصحة بين موظفي قطاع العدل اللي تزاد لهم لو 14 موا؟ فهذا حق ربما ما كاينش في شي دولة، ربما ما كاينش في شي تجمع إنساني ولا تجمع بشري. هذا هو المطلب ديالنا. نعم نحن نفوق أعتقد ما يقارب أعتقد 7000 ما عنديش إحصاء بالضبط، ولكن نحن في يعني 7000 شي حاجة، 7000 كل شي حاجة، ما عندناش عدد كثير. ماشي شي حاجة معجزة، ماشي شي حاجة اللي هي خارج يعني القدرات ديال الدولة ديالنا ولا الوزارة ديالنا. فالملايير تصرف في ربما في مناسبات يعني الكثيرة، ولكن الموظف الجماعي اللي عنده علاقة مباشرة بالساكنة أول حاجة كتحتاجها كمواطن هو عقد ازدياد. أول حاجة كتحتاجها هي تصوب بلان. فالمواطن الموظف الجماعي هو في يعني يؤدي مهام كبيرة جدا، ورغم ذلك غير 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 يعني غير منصف، غير ما تعطلوش الحق ديالو، ما تعطلوش. احنا بالعكس احنا خصنا الدوله والوزاره خصها تشجعنا، لاننا كنقراو باش نحسنوا الاداء ديالنا، باش نحسنوا المردوديه ديالنا، باش المواطن تكون في اطار داك الخطاب ديال تحديد الاداره، في خطاب ديال علاقه الاداره بتحسين علاقه الاداره بالمواطن. ولكن للاسف كما ترون نواجهوا بالعنف اللفظي، وهذا هو الأقبح. نعم سيدي. شايف المشاهد والمشاهدين أكثر مشاهدة هي محطة نضالية فقط أكثر على مدينة الرباط؟ لا، نحن في مدينة، نحن كتنسيقي على المستوى الوطني ننظم يعني أشكال نضالية على مستوى الأقاليم، على مستوى الجهات، وفي بعض الأحيان محطات نضالية ممركزة هنا بالرباط كما تعلمون، لأن وزارة الداخلية وزارة البرلمان في المؤسسة التشريعية، المؤسسة السلطة التنفيذية في الكل في مدينة الرباط. فنحن نتحمل مشق السفر، تكاليف السفر من أجل إيصال صوتنا. فشكرا لكم كمنابر إعلامية لأنكم توصلون رسالتنا، رسائلنا للمسؤول هذا البلد الحبيب الذي نحبه، ولكن للأسف نواجه فيه بالقمع. هذا هو الأسف. شكرا لكم جميعا. شكرا. كما سمعتم مشاهدينا مشاهدي جريدة فلاش فانك 24، كان تصريح أحد الموظفات الجماعية اللي شرح لنا الموضوع أكثر، واللي شرحت لنا الموضوع أكثر حول سبب هذه الوقفة والتنظيم ديالنا، وعلاش تنظمت في الرباط المهنية الوطنية أم حكر على مدينة الرباط فقط. فمزيد من التفاصيل إن شاء الله غادي نعرفوها في هذه الوقفة الاحتجاجية. وشكرا. طيب ندوروا عندك تحت الامره ديالو، تحت واحد السيد اخر اسمه المدير والي الجامعات المحليه اللي تا هو عاود ما جاش بشكل ديمقراطي عاود معين. ان احنا يعني هذا الشيء جينا في وزاره الداخليه كنعانيو العذاب
كنعانيو الويلات وكنعانيو الحكم والظلم مع وزير الداخلية والمواطنين كاملين المواطنين اللي في هذه الوزارة كاملين كيعانيو من هذه الوزارة. هذه الوزارة لا تمشي الانتخاب ديالها بشكل ديمقراطي وشرعي الوازن اللي نجح في الانتخابات مشاهدي جريدة فرز 24 نلتقي مرة أخرى في تصريح مباشر مع أحد موظفي الجماعة الترابية اللي قربنا أكثر من هذا الموضع. بسم الله الرحمن الرحيم. تلبية لنداء التنسيقية الوطنية حامل الشوين كان نضموا الوقفة ديال هذا النهار ديالهم السابع من شهر 6 2023. كان طالبوا بشيء واحد الا هو تسويتنا اسوة بزملائنا في القطاعات الاخرى كالصحة والعدل والتعليم والتعليم الاخرى. كان طالبوا يعني انت كتشوف الاخرى وجهنا بالقمع من طرف السلطات المحلية. واخا المنظمة ديال الوقفة علاش بقيت هاد الوقفة؟ الضمين ديال الوقفة كان طلبوا بحاجة واحدة تسويتنا من إلى السلالم المناسبة من سلالم الضل والعار إلى السلالم المناسبة. كان تصريح مشاهدينا ديال أحد الموظفين بجامعات الترابية اللي تنظن أنه تصريح غير مقنع مقارنة مع التصريح اللي قام به الزميرة ديالو سابقا. خليكم معنا مشاهدي جريدة فاز 24 نلتقي مرة أخرى مع موظف آخر بجماعة الترابية محتاج اللي يقدر يقربنا أكثر من الموضوع. مشاهدينا خليكم معنا في هذه المباشرة من مدينة الرباط وبالضبط بشارع محمد 5 امام قبة البرلمان في تصريح اخر مع الموظفين الادارة الترابية اللي غيمدنا اكثر بتفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. معك منسق جهة الدار البيضاء السطات بالنسبة للموظفين ديال الجماعة الترابية حاملين الشواهد والدبلومات في السلالم الغير المدمجة. كيف ما كتشوفوا اليوم جسدنا الوقفة أمام قبة البرلمان ووزارة الداخلية وكتشوفوا بأن السلطة القمعية صداتنا وحيداتنا وما خلاتناش نجزوا هذه الوقفة هذه اللي هي سلمية. كنحاولوا نعبروا انطلاقا منها على الوضع والواقع المعيشي اللي كيعيشوا الموظف الجماعي بصفة خاصة والموظف العمومي بصفة عامة. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم أن الموظف الجماعي كيتحرم من ترقية ومن تسوية الوضعية ديالو بناء على إلغاء الظهير الشريف من طرف رئيس الحكومة الأسبق اللي عبد الإله بالكيران. أنا كنطالبوا السيد رئيس الحكومة أنه يحقق التسوية والعدالة الاجتماعية ما بين الموظفين كسائر القطاعات. كنحملوا السيد وزير الداخلية هاد العواقب ديال هاد الوقفه هذه نظرا للتماطل ديالو في التسويه ديال ملف ديال حاملين الشواهد اللي عمر في رفوف واركان وزاره الداخليه. وشكرا. كما سمعتم مشاهدينا مشاهدي جريده فلاش 24 كان تصريح احد الموظفين بالاداره الترابيه اللي زاد عمقنا اكثر اعطانا تفاصيل اكثر وقرب مشاهدين فلاش 24 من هذه الوقفه والسبب ديالها وشو المطالب جراء هذه الوقفه. خليكم مشاهدين معنا مشاهدي الفاتكاتخ نشوفوا ما يقع هنا. كما تشاهدوا ان العناصر الامنيه محاصره التظاهر غير مرخصه على ما اظن الشيء اللي خلى السلطات الامنيه تمنع تحرك افراد المشاركين في هذه الوقفه لاي مكان بمدينه الرباط. I'm going to go to the hospital.
شوف اسمع المواد كيخلع شوف اسمع المواد كيخلع شوف كما كنقولوا غنختموا رزقنا كناكلوا الضاق والكفاءه هي ب3 مليون لا خليها في صندوق الدوله وسول الوضعيه للاخوان اللي واقفين بالجامعات في المغرب كاملين من طنجة حتى القويرة غادي نفضيو هاد الشكل الله يفرح الرفيقات وما غادي نتواجهوش مع الاخوان ديالنا ولا نوعد وسنعود واخا نمشيو غادي نرجعو على اساس ننتزعو الحق ديالنا واخا نمشي غادي مشاهدينا مشاهدي جريدة فاز والثلاث نحييكم هنا من العاصمة الرباط وإلى مباشر قادم إن شاء الله.